احنا تخرجنا من مخيم الهول، الحسكني بالبيت هذا اني ومعايا عائلتين، عندنا 10 اطفال بين اولادي واولادهم. وضعنا تحت الصفر، ما بمعيل، كان جمعيات خيرية متبنيتنا بس من فترة وقفت. حاليا يعني الوضع تحت الصفر، اطفال لا مدارس، رحنا على المدارس هنا قال ما في مجال، ما ظل مكان. صاحب البيت هسه بده البيت، الغرفة اللي باركة بيها لا باب ولا شباك ولا وثائق. نطالب حدا انه يتبنانا احنا وهالاطفال يلبينا مطالبنا. نحن طالبين الا حق هالاطفال، اكثر شيء مشان الاطفال مو مشاننا نحن، نحن راحت علينا بس مشان اطفالنا. يعني اليوم 5 اطفال بدهم رعاية، بدهم صحة، بدهم اكل، بدهم شرب، بدهم ملبس، مقبلين على شتاء. يعني لحد اليوم ما لقيت بيت كله فوق $50، يعني $50 انا ما خرج ادفع، عندي معيل الا الله سبحانه وتعالى. كونه مشينا بهالطريق العالم كلها عافتنا، من اهلي واهله نفس الشيء. انا جوزي توفى بسجن القامشلي 5 رمضان، الحسن قاعد يطلبون مني شهادة توفى، ما عندي حدا يسوي لي اياها وما عندي قدرة اسويها، ودح شلون وضعنا. احنا محتاجين انه مساعدات، محتاجين انه حدا يساعدنا، عندنا اطفال بدهم يدرسون، ما عندنا شيء، وضعنا يعني حيل تعبان. والحسن كل ما اروح على واحد، على دكتورة، على شيء منظمة الا بدي شهادة توفى، انا ما عندي امكانية وما عندي مصروف اني اروح اسوي. مطلوب انه اهم شيء اليوم احنا بدنا نوفر لوالدنا، نعيش والدنا، نقدم لهم شيء. احنا راحت علينا الحياة كليات الحمد لله، بس اهم شيء اليوم احنا والدنا. اهلي ما عندي معين خالص الحمد لله رب العالمين، ما عندي حدا انه يساعدني، ما عندي. عندي اخوتي كلهم توفوا على دور الدولة، ما عندي بنتين.